يقول لك زي كيف واحد. طب انت فنان بتحب تشتغل معه؟ كنا انا ما عندي مشاكل مع ولا اي فنان، بس عندي تعاون كثير مع فنان نجوى كمان، اكيد من تاريخ الفني انا معه. اكبر عدد 113 تقريبا. فحبه شخصيا يعني. طب اكثر فنان ولا مره شغال معه ولا حب تشتغل معه؟ كلهم تقريبا شغل معه، بس انه انا ما بدق لك حدا، هلا بقوله عم يدق بابه. انا اللي بحب شغلي بتصل فيه، بس كلهم بحب اشتغل معه مش مشكله. نعم. وانت فترات كنت محارب من قبل الجميع، يعني كان الكل وكانه متكفل ضدك، معتبرين انه انت يعني ما لازم تعمل اخراج. خرجاني من بيعمل اخراج. كانت يعني هذه المرحله كانت يعني مؤلمه لك، كنت تزعل ما حدا عنده تالنت حدا بيجي بيوقف قدامي، مستحيل. كل واحد بيشتغل، انا بشتغل 20 ساعة بالنهار. مستحيل لأي شخص لأي مهنة كان إذا بيتقنها مضبوط ويشتغل صح بضمير وأخلاق وما بيكذب على الناس وكلمته كلمة يعني يحترمها مستحيل ما يوصل. فما برد عليهم، أنا الله يوفقهم كلهم. الشاشة بتحكي، أنا ما بدي أحكي يعني، الشاشة بترد. فهذه واحدة يعني بآخر الحديث، واحدة من أكبر التحديات اليوم تقييم الفيديو كليب عم بيكون من خلال عدد الفيوز على اليوتيوب، يعني بطلنا عم نشوف كذبة كذبة كبيرة. هلا فيك تشتري فيوز 1 مليون $1,000، بس هلا يوتيوب عن جديد حط المينتس تحت قد ايه فيوز مينتس وبيرجع بيشلها فيهم، يعني مش معقول يكون عليه ملايين الفيوز بس حاطين عدد دقائق أقل. فهي كذبة كبيرة، فنانين تفشل بصير يشتري وبيتورط، يعني بصير يشتري مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه لانه بيوقف. فهيدي حال حدا عنده نو هاو بالسوشيال ميديا مضبوط بيقدر يعرف هيدا الكليب ضرب او مش ضرب. الكليب اللي بيضرب مضبوط بيضرب عند الشباب والصبايا، توقع الانسان مع حديث البلد بيكونوا شارع على فيسبوك بتعرف دغري انه ضرب الصبي. ما بيقدر. بس حتى هيدي طلعت كذبه، هيدي الفيوز وكان بيزعجك انه مثلا تكون عامل فيديو كليب واخر شيء كل الصحافه انه وصل لمليون ومليون ونص ومليونين وانت عارف انه هيدا كله كذبه. بس ما فيك ترد، اتركه كذبه يعني. واحد ما بتركه كذبه، بتركه كذبه. يعني مضروب شغله، مضروب كل شيء، بس بده ينجح بالقوه. لا خلص ما نجح العمل سكتت، دور عمل ثاني. لا بالقوه بده ينجح حاله. شو اكثر شيء نجح بلبنان مؤخرا؟ كليبات؟ غير كليبات بالشرق الاوسط كله بيطلع احلى كليب من لبنان الصراحه. شو انجح كليب بال 2017؟ في كثير اعمال حلوه. افشل كليب؟ كارثه على الشاشه، بس ما يعني في كم كليب بالمره، بس ما بدي الومهم على الوضع، بس في كليبات كارثه صراحه، بس ما فوتني الاسامي لانه ما رح نجيب. صالح حداد بدي اقول لك الف مبروك ال 25 سنه، اذا بعد في امل يبقى الفيديو كليب على اجري بعدين. انت اخر امل للفيديو كليب العربي واللبناني. بعد الفاصل ولاده نجمه.